لكن بقى انت حاجه بسرعه قوي تدوس الاثنين مع بعض بس في دراعات تستخدم دي بس تمام حلو اهم حاجه اول ما تطلع بص للكاميرا على دي الصوره الاخيره ها ما تدوسهاش وتجري سنس ان انت تدوس بنزين هو ده دوس البنزين من كده اه ليه بقى دايما الغلطه بتحصل ايه ان انت تعلق ايدك على شهد الله لا اله الا الله من غير بقى خد اللفه على وسع كلب هوهو عليك ولا حاجه اقف هترجع فاهمني بس اول ما تطلع غلط انت تمشي بالهدي تمشي بالهدي عشان ايدك ما تعلقش على الموتور واي حاجه اهم حاجه تكون جايه سيف مش تسيب خالص اه سيب ايدك توسع ايدك عشان ترجع ايدك في الشوارع يعني عشان المكه في البيت بقى وسيب كل عيالة كده يلا شيخ حسني فاضح معايا روح على روح شيك حسني بس على الطوام ولا حتى امريكاني امريكاني مين هنجيبه هو اللي مسك الارض وراح بيتهم ولا ايه طبعا كده طبعا عند بيتهم يلا مين اللي بعده لا رئيس مع نفسك زي الفل يلا رئيس وقتك خلص وقتك خلص هاني خلي بالك من اللي جاي في وشك واهم حاجه تاخد سنس الوقوف في اي وقت وقتك خلص يا كابتن تمجر ربع ساعه بس طب بتتحرك منين والفوامل على التراب بتخليه يتزحلق فما تخافش من فوامل بالاثنين لا 100 100 والله بس هو مشكلته الهواء الهواء بص بقى التوازن احسن من الاول انت كده ماشي بص احسن من الاول ازاي بقى ماشي على سرعه هاديه وما نزلتش رجلي انزل اعمل هورس لقدام هنا تضرب التاني اه فاهمني؟ لكن بص المفاتيح معايا؟ تاني تاني الملف اللي جاي في وشك
بالجرأة عليك تبقى بسرعة. بس الجرأة غبية مش ممتعة. جرب. بس انت ما بتسوقش عجل صح؟ بس انت رجليك طويلة تعرف توزن نفسك. بص احمد. يلا شيخ حسني التاني. سامي اطلع رجليك بقى. حاول توقف بقى وقف كده وقف تاني بقى وقف ونزل رجلك. ما بيعرفش يوقف ما بيعرفش يوقف. خلاص هو مش سامعك كده يا حاج احمد. لسه وقته سهل خالص والله. هي اول مره بس اول طلع. المفاتيح مع مين؟ يا احمد بودكاست الساعة 2:30. انت بكره برضه تصحى 6؟ ربنا يستر بقى. ده احمد ده؟ لا طبعا. اما الحقيقة لو كان خايف. احنا قلنا انت صوت ده قلنا صوت ده منك. يا ابن اوف ويوا ويوا. لا اقف ونزل رجلك. اقف ونزل رجلك. افتح رجلك الاثنين اهو ونزلهم. بس امسك الموتوسيكل برجلك. اقف امسك خيام. ايوه انت لازم تجاوب دي كذا مره. ابتع لفات فات وفضيل وسابع لفات. حد يا عم هتلبس في الراجل اللي ماشي قدامه. بيلف ليه بسرعه دي كده؟ لسه السنس بتاعه مش مظبوط. الله ينور يا شيخ حسني. لا تمام لا تمام. ايه ما انت بتركب عجل. لا ايه اللي حلو ايه؟ يلا جاب. يلا.